أستاذ إبراهيم منير، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. أهلا بك. ويلكم. أنت أي منصبك في الإخوان المسلمين؟ أنا من الإخوان المسلمين 1952. شو منصب؟ المنصب في المنظومة؟ نائب المرشد العام. مرشد. نائب المرشد العام بخمسة. من إمتى تقريبا؟ من فترة طويلة، ليست قصيرة، إنما بعد الانتخابات، بعد الاعتقالات اللي حدثت في مصر، يعني اضطر الإعلان إن أنا نائب المرشد عن الإخوان المسلمين. أنت سكنت في لندن من إمتى؟ أنا أسكن في لندن الآن من فترة ليست قصيرة. نعم. وأعمل بحسب مهمتي، أعمل على حفاظ على هذا الفكر في جمال الإخوان المسلمين والتنسيق بين من يحملون هذا الفكر في أي مكان. شو أنت بتسيطر على التنسيق بين الإخوان المسلمين في مصر والإخوان المسلمين في الشعب العالمي؟ ليست سيطرة. نعم. إنما لا توجد فيها سيطرة على الإطلاق، إنما محاولة للتنسيق وتقريب المواقف والحفاظ على الثوابت فكر الإخوان المسلمين. ماشي. وشو منصبك بعد الانقلاب، بعد نزلت الإخوان من القوة؟ ما زلت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين. نفس المنصب. What do you think about the comments from Donald Trump? Let's start again. What do you think about the comments from Donald Trump that he's considering designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization? الحقيقة هذه المسألة موضوع كبير. للأسف أنا عندما أعلم حتى قبل أثناء الحملة الانتخابية، أنا كنا على يقين أن سيد ترامب لا يعلم شيء عن الإخوان المسلمين، ولعل أول مرة كان يسمع عن الإخوان المسلمين عندما تم تقديمه كمرشد. إنما أسلوب الرئيس ترامب الآن أسلوب، أعتقد أنه أسلوب ليس حضاري، بيهدم كل المثل التي قاموا عليها الحلم الأمريكي إذا جاز التعبير. يعني الإخوان المسلمين أصحاب فكر، هذا الفكر يقاوم بفكر وليس يقاوم بالحديد والنار أو بالقتل مثل ما يفعل السيسي أو غيره من أصحاب الإقتدار. نحن أصحاب فكر، هذا الفكر يطرح على الناس. أصحاب الفكر له معالم أساسية وله ثوابت. هذه الثوابت أن احنا لا ندعو إلى السلم ونرفض العنف في أي سبيل من السبل أو أي وسيلة من الوسائل. أيضا لا نقيم دولة داخل الدول التي نعيش فيها، نحن نحافظ على كل القوانين الدول التي نعيش فيها مهما كانت هذه القوانين غير راضين عنها. ونرى أن السبيل الوحيد لهذا الأمر هو الأسلوب الديمقراطي، أن يكون اختيار الشعب يقبل الإخوان المسلمين أو لا يقبل الإخوان المسلمين. إنما للأسف أقول يعني أنه السياسة المكارثية الجديدة إذا جاز التعبير في الرئيس ترامب بيحملها الآن، بتقتل الحلم الأمريكي أو بتدفن الحلم الأمريكي للشعوب خارج أمريكا تعيشه. يعني أمريكا الآن لم تعد تمثال الحرية الموجود مؤبة نيويورك، ولا أصبحت الحلم اللي عاشته الأجيال عندما وقفت أمريكا أيام الرئيس روزفلت ضد النازية وضد هتلر. وفيلم الفيلم الأمريكي اليوم الطويل الأمريكي اسمه The Longest Day، الموسيقى والكلفية. وأيضا يعني عايز أقول هذا الكلام انتهى، يعني لم تعد أمريكا الآن للأسف الشديد إن هي اللي بتنصر الحرية أو عالم الحر. أين العالم الحر الآن الذي ترأسه أمريكا؟ لا يوجد الآن عالم حر. إذا كان عن ناحية الاقتصاد الرأسمالية، موجود في الصين الرأسمالية وموجود في روسيا الرأسمالية، إنما العالم الحر هل إننا أقف أمام الفكر أستعمل السلاح بهذه الصورة لناس مسالمين، ناس لا يدعون إلى العنف؟ أعتقد أنه هذا الأسلوب غير صحيح، وأنه أيضا لماذا يعني روح الكراهية الجديدة التي تحدث في أمريكا للناس. يعني سيد الرئيس الأمريكي ترامب، الناس في داخل أمريكا مهاجرين
أمريكان مهاجرين موجودين جدودهم موجودين قبل ما يصل جد الرئيس الأمريكي جدي ترامب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. عوامل الكراهية أعتقد أنه لا إذا نفخنا في نار الأمريكي في الكراهية إذا جاز التعبير إذا نفخنا في نار الكراهية لن تؤذي فقط الإخوان المسلمين في الخارج أو أشخاص في الخارج إنما أيضا بتنطبع داخل المجتمع الأمريكي في داخل نفسه يعني نحن الأمريكي عندما يقال إنه الإسلام الإرهابي يعني أو الإرهاب الإسلامي هذا التعبير لا أعرف من اخترعه ومن قاله الإرهاب موجود في كل أصناف في كل الدنيا يعني ما حدث في هتلر هل خرج الناس وقالوا الإرهاب المسيحي لم يحدث وفي الأحداث اللي بتحدث في داخل حتى الولايات المتحدة الأمريكية من أشخاص عندهم عنصرية أو كراهية للآخرين سواء كانوا جنوب أو أجانب أو غيرهم هل نقول إن المسيحية هي فيها إرهاب هذا الكلام خطر يعني حتى يعني استمرار إشعار نار الكراهية الموجودة لا أعتقد أنه سليم وأؤكد مرة أخرى أن الإخوان المسلمين لا تدعو العنف على الإطلاق وسبيلها العنف سبيل التغيير هو الديمقراطية وحرية الناس في التغيير وحرية الناس في الإرادة ولا نقبل أن يخالف واحد من الإخوان المسلمين قوانين البلاد التي يعيش فيها حتى لو كان لا تعجبه إنما تغيير القوانين وتغيير الحياة بالرجوع إلى شعب الذي يعيش فيه وهذا هو أسلوب إنما أن يأتي رئيس ترامب الآن ويقول هذا الكلام وكل الأبحاث حتى من داخل أمريكا والمؤسسات الأمريكية تقول الإخوان المسلمين لم يقوموا على الإطلاق بأي عمل إرهاب أعتقد أن جورج دبليو بوش رئيس جورج دبليو بوش وبعده الرئيس ترامب كانوا أوعى كثيرا رغم اختلاف ده ديمقراطي واحد جمهوري واحد ديمقراطي بعد 9/11 كان دفع ناس كانت تدفع عن الإخوان المسلمين خلف هذه الأحداث ولم يثبت أن هذه الإخوان المسلمين كانوا خلف هذه الأحداث. Is there a connection between Islam as a religion? Should we be confused? Is Donald Trump confusing Islam as a religion and the Muslim Brotherhood as an organization? ابتداء أنا أقول إنه التعميم أحيانا إنما أقول الإسلام الإرهابي أو الإرهاب الإسلامي هذا كلام من ترامب يعني. هذا تعميم يعني كلام كأنه منشط يقال لأي واحد من الناس يفهمه كما شاء إن مثل هذه الأمور ومثل هذه الاتهامات وخصوصا إذا كان في مجال الفكر لابد أن يكون الكلام محدد وليس كلام يخرج في واحد في مؤتمر عام يتكلم فيه إنما هذا الكلام لابد أن يكون محدد الشعوب التي يعيش فيها الإخوان المسلمين والأنظمة التي تقهر الإخوان المسلمين تعلم تماما أن الإخوان المسلمين لا يقومون بالعنف الشعوب تربط الآن هذا الكلام بأنه يهاجم الإسلام الكونكشن قائم الآن وليس مختفي هذه الصورة أقول مرة أخرى عندما كل إرهاب الإسلامي أو الإخوان المسلمين الإرهابيين والدنيا كلها تعرف حتى داخل الأجهزة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لمراكز الدراسات وبالنسبة للخارجية الأمريكية أيضا وأعتقد كل أجهزة الأمن في أمريكا تعلم أن الإخوان المسلمين لا يقومون بالإرهاب ولم يقوموا بأي عمل عنف على الإطلاق في الولايات المتحدة أو في غيرها من البلاد إنما أقول هذا هو فكر الإخوان المسلمين فأنا أقول عندما التصريح العام وكلام عام بهذه الصورة أن الإرهاب الإسلامي أو الإخوان المسلمين يقومون بالإرهاب أعتقد هذا الكلام ولو عدنا إلى بعض الدراسات الكثيرة مثلا دكتور ناتان أمريكي لو أرجو أن يقرأ مستر إيسات ترامب ومساعديه أن يعودوا مرة أخرى إلى دراسات المحايدة الأمريكية التي تفصل ما هي جماعة الإخوان المسلمين وليس من الصحيح هذا النفخ في الكراهية الذي يبدأه الرئيس الأمريكي الجديد وأعتقد أنه من الصعب جدا أن يستمر النفخ في الكراهية ونار الكراهية إطفاءها ليس سهلا وإطفاءها قد يكون صعب وله سلبيات كثيرة وشو رأيك في الكلام من ترامب عن موضوع الإرهابية المتطرفين الإسلاميين radical Islamic terrorism what is your opinion of Donald Trump's
constant use of the phrase يعني radical ابتداء Islamic terror. هل اسلوب الرئيس ترامب الجديد اليس فيه نوع من الارهاب؟ عندما انسان مسالم ويرهبه انه سيقتله، انه سيمنعه او سيفرض عليه قيود، اليس هذا لوحده ارهاب؟ انا اعتقد انه لابد احنا الانسانيه الان وصلت الى مرحله لم يعد فيها شيء مخفي او لا يستطيع احد الوصول اليه، خصوصا مع التطور الحديث للعلوم وحتى علوم النفس وغيرها وحتى الاستخبارات وغيرها. انما نقول هذا، انا اعتقد مره اخرى اكرر ان الاسلوب الجديد للاداره الامريكيه الجديده اعتقد انه ليس صحيح على الاطلاق. انا كانسان من البشر، فرد انسان عادي، ومن ولو اضفنا اليه اننا من الاخوان المسلمين ايضا، انظر الى هذا الكلام وانظر الي ليس فقط نظرتي، انما ملايين الناس في اكثر من مكان في الدنيا انما ينظرون الى هذه النظره التي بداها السيد ترامب دون ان يظهر. فليخرج اذا كان هناك عدل، احنا بنطلب العدل، العدل المطلق، العدل الان. اذا خرجت الاداره الامريكيه الان ببيانات وقضايا تفاهم جماعه الاخوان المسلمين او فكر جماعه الاخوان المسلمين بالارهاب او بالعمل العنيف، اعتقد انها ستقول تماما هذا هو العدل. انما ان نغمض يعني نتجاهل الحقيقه والعدل ثم ناتي الى بمنظومه الكراهيه الجديده، اعتقد هذه ليست سليمه على الاطلاق. بس شو رايك في بتشوف العيادي عبد الفتاح السيسي ورى الكلام ترامب عن موضوع عن الاخوان المسلمين؟ بتشوف يعني فهم؟ أعتقد إنه الكلاب العسكري في مصر. نعم، شو بتشوف التأثير الحكومة المصرية الحالية ورا الكلام ترامب عن موضوع الإخوان المسلمين؟ يعني عشان هم تحلف، يعني تحالفين. أنا أعتقد إنه أيضا في ناس أمريكان حتى في الكونغرس يرون أن المحادثة في مصر انقلاب عسكري وليس ديمقراطي على الإطلاق، وليس له أي حق في هذه الديمقراطية، ومع ذلك الإدارة الأمريكية تدعمه. إنما أقول أنه الصلة بين ما يفعله الآن الفتاح السيسي في مصر وكل الدنيا، تقرير الخارجية الأمريكية الذي ظهر هذا الأسبوع وكل التقارير في بريطانيا وفي ألمانيا وفي غيرها، كل العالم الحر إذا جاز التعبير، العالم الذي يؤمن بالديمقراطية، العالم الذي يؤمن بالديمقراطية، كل الدول التي تؤمن بالديمقراطية وعندها العدل أساس في العمل المجتمعي وفي العمل الدولي، توقن وتعلم أن الانقلاب العسكري في مصر رجل سفاح يقتل الناس، يقتل الناس بشكل واضح جدا. ماذا يفرق بينه وبين هتلر؟ حتى الفكر، هتلر كان يحارب الفكر غير النازي ويحرق الكتب السورة المشهورة. الآن عبد الفتاح السيسي يحارب أي فكر غير ما يراه هو، هي دعوة هذه الصورة. ثم تأتي الإدارة الأمريكية الجديدة وتعطيه مدد وتعطيه نوع من الدعم السياسي أو المعنوي، أعتقد هذه الصلة واضحة عن الإدارة الأمريكية. أيضا مرة أخرى أقول أنه ليس من الصحيح، وأعتقد أنه أي مواطن أمريكي يعطي لنفسه فرصة للتفكير فيما يحدث بعدل وبحق، يعني سيجد فعلا أن لهذه السياسة الجديدة للإدارة الأمريكية خاطئة، أنا أقول خاطئة وليست صحيحة فقط، لدعمها مثل هذه الانقلابات العسكرية وتجربة أمريكا الجنوبية وتشيلي وغيرها، تجربة أمريكا الجنوبية في تأييد الانقلابات العسكرية وما حدث فيها من مصائب وبلايا. أعتقد أنه لابد أن يستفاد منها على الأقل في السياسة الأمريكية الجديدة. أنا لا أنصح السياسة الأمريكية الجديدة ولا أستطيع أن أقول لها تفعل أو لا تفعل، إنما أنا كإنسان أعتقد أنه لابد أن ننظر إلى هذا التاريخ ولا نكرره في مناطق أخرى، لأن في النهاية يعني نحن نؤمن كإخوان مسلمين وكمسلمين وكبشر عاديين أن البشر كلهم أولاد آدم وحواء، فلماذا يعني
يستغل بشر أو بشر أو يطغى بشر على آخرين. نحن كلنا بشر، أنا إنسان في النهاية، عندما لماذا يضطهدني إنسان غيري وأنا لم أفعل له شيء ولم أقدم له ولم أقوم بأذى؟ لماذا هذا الأسلوب؟ هل هذا عدل؟ هل هذه أنا أعتقد السياسة قد تكون فيها مصالح مالية، مصالح عسكرية، فلتكن هذه أمور طبيعية، إنما لا تأتي بالقتل. يعني الآن أعتقد أنا كإنسان مأخوذ، وأن هذه السياسة سياسة خاطئة، وخصوصا سياسة نار الكراهية التي ننفخ فيها صاحب سلطة وصاحب سلطان. وأمريكا ليس أمريكا، أنا أقول الآن أعظم دولة في التاريخ، لا أحد ينكر ذلك. أمريكا ناسا والفضاء والعلوم والتكنولوجيا والطب، ليست هي أمريكا التي كان يحدث تصورها. فين أمريكا الفكر؟ وفين أمريكا الطاقة الإنسانية؟ أنا أعتقد أنه لابد من موازنة هذا الأمر. وهذه يعني أنا أقول كمواطن أو كإنسان يعيش على هذه الدنيا في هذه الفترة، أقول هذا الكلام. إذا صح مني كلمة، أقول إذا استطعت أن أقول كلمة، أنا أقول للسيد ترامب، الرئيس الأمريكي ترامب، نحترم أمريكا ونحترم الديمقراطية الأمريكية، وكنا نرى فيها نموذج جيد الناس كنت تحلم به، وما يقال عنه الحلم الأمريكي، ليس فقط أن يعيش في أمريكا وتكون حياتي المادية جيدة فقط، إنما النموذج الأمريكي الذي تصدى للنازية وتصدى للماركسية. أعتقد أنه يعيد مرة، ما لابد مرة أخرى أن يعيد في التفكير في تلميع هذه الحرية أو وهذه هذا النموذج مرة أخرى. وإلا يعني اسمحوا لنا نجيب ناس تشير لا تمثال الحرية مرة أخرى ترجعوا فرنسا. What would be the effect of designating the Muslim Brotherhood as a terrorist organization for the Brotherhood and for its members? يعني أعتقد إنه أنا وأقول بصراحة شديدة جدا إنه لن تؤدي إلى أذى شديد لفكر الإخوة المسلمين. أنا لا أتكلم عن الأشخاص الآن، الأشخاص بيموت وتنتهي ويأتي جيل بعد جيل، إنما هذا الكلام وأنا أشعر به إنه سيؤكد أن فكر الإخوة المسلمين صحيح، أنها تدعو إلى 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 فكر نناقشه بالفكر، ولا وتلتزم بالسلمية الكاملة وتلتزم بالقوانين الكاملة الموجودة على أرضها. أعتقد أن هذا الكلام وأنا على يقين بذلك، وكثيرين يؤيدوني في هذا الأمر، إنه هذا سيعطي لفكر الإخوان المسلمين نوع من المدد ونوع من التصحيح، وأيضا سيكون حلم أخير، حلم جديد للناس الذي تدعو إلى الفكر أيا كان من المسلمين أو غير المسلمين. إنما أن أكون أنا صاحب فكر وأصر عليه وأتحمل الأذى في سبيلي، أنا أعتقد ولا أتغير في سلوكي وأحافظ على هذا السلوك، أعتقد أنه ده يعني تأكيد على أن الإخوان المسلمين كانوا صادقين في حديثهم، وكانوا صادقين في فكرهم، وصادقين في تعاملهم مع الناس، سواء كانوا في محل مع أقطارهم المحلية أو على مستوى العالم. You deny that the Muslim Brotherhood has any connection to terrorism. أنت بتنفيه، ما في علاقة بين الإخوان الإرهابية، نعم؟ ما في علاقة، أنت بتقول ما في علاقة بين الإخوان المسلمين والإرهابية في مصر وفي كل العالم. يعني أنا أؤكد، أقول من عنده دليل واحد أو دليل أو في شك فليقدمه لنا وليقدمه للناس. نحن نرفض هذا الفكر، نرفض تماما. أنا أقول هذا الكلام، نحن على هذا السبيل منذ بدأت جماعة الإخوان المسلمين. إنما أقول الآن ليس بيننا وبين أي فصيل بيلجأ إلى العنف أي سبيل وأي صلة. نعتقد هم يهاجموننا ويقولون لنا إنه هذا إن سلمياتكم لم يعني تنقذكم من هجوم الأنظمة الدكتاتورية ولا هجوم الأنظمة الغربية ولا غيرها. إنما نقول نحن مصرين على هذا الكلام، ليس بيننا وبين أي فصيل يتبنى العنف في نشره لدعواته، سواء كان مسلم أو غير مسلم، لا نقوم هذا، لا نرفضه تماما، لأن نعتقد هذه عقيدة عندنا ولا نستطيع أن نفرق فيها. بس في تاريخ العنف
في الإخوان في تاريخ العنف في الإخوان المسلمين قبل السبعينات there is a history of violence within the Muslim Brotherhood. يعني أعتقد إنه أنت الآن لو تكون في وسط ملايين من الناس في شباب أحد يستطيع أن يمسك أعصابه واحد أوزي وأنا أقول هذا الكلام لو أنا شاب أو واحد وجدت واحد ضرب أبي أو أخي أو وحاولت أخذ ريفنج بالنسبة له أنا أعتقد هذه أمور بشرية إنما من يفعل ذلك نقول له أخرج برا الإخوان المسلمين بس في أفراء الإخوان المسلمين في البلد الثاني في البلود الثانية في أفراء وهم بيعملوا الإرهابية ليسوا من الإخوان المسلمين حماس حماس يعملوا بتعملوا الإرهابية في ضد إسرائيل وضد ضد عدوهم هذه هي المشكلة التي نرجو أن تنفتح إليها العقول حماس في أرض محتلة حسب قوانين الأمم المتحدة إنما تفعل ما شاء ولا دخل لنا بها ولا دخل حتى أؤكد بس في علاقة في علاقة بين الإخوان المسلمين في شكل العالم وحماس هذه العلاقة الفكرية احنا لا نعترض عليها إنما فيما يفعله بس في حادي آسف بس حادي سؤال التاريخ حماس تأسس من الإخوان المسلمين حماس هذه جزء من الإخوان المسلمين ليست جزء يعني حماس فكريا من الأربعينات أو الثلاثينات من القرن الماضي وفكر الإخوان المسلمين موجود في فلسطين حماس تكونت من هذا الفكر إنما نقول نحن ملتزمون وليسوا جزءا من التنظيم للإخوان المسلمين أؤكد على ذلك يعني هم شيء مستقل تماما إنما أقول أنه حماس علم هذا الأمر هل حماس خرجت على قوانين الأمم المتحدة تصف الأرض الموجودة الآن التي تحتلها إسرائيل أرض محتلة بقوانين الأمم المتحدة إذا خرجت حماس عن هذه الأرض وقامت بأي عمل سنستنكره بأي صورة من الصور أولا نستنكر العمليات الانتحارية تماما لا نقبلها لا في داخل فلسطين ولا في خارج فلسطين ثم أنه مقاومة المحتل الآن أنا أقول عندما يسأل هذا السؤال أين هي الآن فلسطين وأين هي حدود إسرائيل الآن أنا أقول مرة أخرى رئيس الوزراء الإسرائيلي جده أتى من الخارج رئيس السلطة الفلسطينية جدوده جده جد جده جد جده كانوا موجودين على الأرض أين الآن هي مشكلة الآن أين هي فلسطين حسب قوانين الأمم المتحدة وأين هي إسرائيل حسب قوانين الأمم المتحدة هذه الإشكالية عندما نأتي السؤال أن حماس بتقاوم الاحتلال فهذه مشكلة أي احتلال وأي أرض فهذه نرجو أنه وأيضا مرة أخرى أقول أنه أنا بهذه الصورة كأني أدعم حماس هذا الكلام عندما أدافع عن هذا الموضوع أنا بدعم حماس الآن لا أنا لا أدعم حماس فقط إنما أدعم القضية الفلسطينية الآن هذه القضية التي أوجدها الغرب عليه أن يحلها وإلا هذه ستظل لي مشكلة قائمة إلى أن الله أعلم إلى متى إنما نقول في الآن حماس ما تفعله حماس داخل الأرض الفلسطينية إذا خالفت فيه قوانين الأمم المتحدة وقوانين معاهدة جنيف أنا أعتقد أنه تدان من كل شيء نحن لسنا فقط الذين سندين العالم كله يدينه إنما ماذا نفعل وما هي الخطة التي أوجدها الغرب أوجدتها الأمم المتحدة لكيف يستطيع الفلسطينيين بكل فصائلهم منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها إلى الحصول على حقهم بس المشكلة الثانية بالنسبة للإرهابية حاليا في مصر بعض الانقلاب الإرهابية في مصر طلعت نعم كان في انفجارات كان في انفجارات ضد الشرطة وخاصة في سيناء نعم والمحمد البلتاجي هو طلع في التلفزيون وهو كان بيقول بعض الانقلاب هتكون الإرهابية هيتقف في سيناء
بعد رجع محمد مرسي في المنصب الرئاسي الجمهورية. نعم الكلام مشهور. So in English, how do you explain the fact that after the Muslim Brotherhood was taken from power, that the terrorism in Egypt spiked, and Mohamed El-Bataghi, one of the leaders of the organization, went on television and said right after the coup that if Mohamed Morsi is returned to power, that the terrorism in the Sinai Peninsula will stop. How do you explain that? The Muslim, or the Egyptian government continues to point to those. يعني شرح هذا الأمر ابتداء سيناء وأرض سيناء ليست لم تخرج من سيطرة الجيش والأجهزة الأمنية للجيش منذ أيام الملك. مرة أي دخول لسيناء والخروج منها والإقامة فيها لابد أن يكون بمعرفة المخابرات أو الأمن، سواء الأمن الوطني أو أمن الجيش. عندما وصل الرئيس محمد مرسي إلى الرئاسة وجد أن سيناء لا توجد فيها أي تنمية بشرية، وأن سيناء مهملة تماما التنمية البشرية. حتى وليعني أن أتصور هذا الكلام، أرجو أن لا يعني يظل في هذا اللقاء، أهل سيناء لا يستطيع، أو كثيرين من أهل سيناء لا يستطيع أن يحصل على الجنسية المصرية، ليست له جنسية، ومقيم هناك رغم أنهم مقيمين في هذه الأرض من مئات السنين. بس شو تعسير الانقلاب عن الأمن في سيناء؟ نعم أقول إنما الآن الرئيس محمد مرسي عندما تولى الرئاسة أعطى لسيناء أهمية كبيرة في التنمية المحلية والبشرية داخل سيناء. الدكتور البلتاجي عندما قال هذا الكلام، لأنه السيسي عندما قبل أن يستولي على السلطة كان يقول إرهاب مفترض. أنا حتى الآن ليست هناك جهة يعني جهة مستقلة في عدل أو قضاء يقول ويحكم على ماذا يحدث في سيناء. ما يحدث في سيناء معتم تماما، لا يستطيع أي مصري أن يعلم ولا أي إعلام أن يعلم ما يحدث في سيناء. هدم إزالة مدينة رفح بالكامل والحرب التي تجري في سيناء، من الذي يقوم بها؟ هل داعش؟ إذا كانوا داعش ودخلوا واستطاعوا الدخول سيناء فمسؤولية الأمن الجيش وأمن الدولة. إذا كانوا من داخل هذه البلد أو من أهالي سيناء من القهر ومن القتل الذي يقوم به الجيش والتهجير لمئات الناس أو آلاف الناس من بيوتهم، فهذا ما يحدث. إنما الدكتور البتاجي لما قال ذلك قالوا التنمية، كان يقصد التنمية التي كان الدكتور محمد مرسي بدأ يخطط لها ويقوم بها داخل سيناء هي التي ستعطي الناس الأمان وتعطيهم حق العيش. لا أستطيع أن أتصور أن واحد يعيش في سيناء أسرته تعيش في سيناء من مئات السنين ولا يملك الجنسية المصرية. في ناس بيقولوا في علاقة بين الإخوان المسلمين والدولة الإسلامية، في علاقة بينها وبينها. Some people say that there's a connection between the Muslim Brotherhood and the Islamic State in Iraq and Syria. How do you explain that? Is there a connection between those two? أتحدى أي إنسان يثبت هذه العلاقة. الدولة الإسلامية أو داعش إذا جاز التعبير بتعبير داعش تعتبر الإخوان كفار، تعتبر الإخوان المسلمين لا يستطيعون أن يفعلوا شيء للأسف. وأنا أتحدى أي جهة رسمية حقيقية بعدل وبدقة وبصحيح أن تثبت أن هناك علاقة بين جماعة الإخوان المسلمين وبين أي داعش أو غيرها ممن يحملون السلاح وممن يحاربون الآن في على أرض مصر أو في مكان أي في مكان آخر. هذا الكلام، إنما هذه اتهامات تطلقها النظام العسكري بلا دليل. الإخوان المسلمين مرتبطين بهذا، والآن آلاف المعتقلين موجودين في مصر الآن، وتأخذ منهم التحقيقات تحت التعذيب، وبعضهم يقتل تحت التعذيب، ولم يثبت مرة واحدة ولو أن في ولو خطأ في كلمة خطأ أن هناك علاقة بين الإخوان المسلمين وبين تنظيم الدولة الإسلامية على الإطلاق. إنما هذا الكلام يطلقه العسكر، يطلقه النظام العسكري في مصر
وللأسف بعض الأقلام أو بعض الميديا الغربية تتخذ فرصة عشان لأجل تصنيف الأخوة المسلمين كإرهابيين. بس الناس المصريين هم بيعرفوا الإخوان المسلمين وهم بيكرههم، هم بيصوتوا ضدهم. نعم، ليش؟ الناس the Egyptian people themselves have rejected the Muslim Brotherhood and they would know, right? So how do you explain that? ازاي انت بتقول اللي مع كامل الاحترام هذا كلام غير صحيح. انما اقول انه الانتخابات التي تمت في المهنيه المهنيين يعني اطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم كانت الاغلبيه بياخذها من وراء مسير الاخوان المسلمين. انما اقول للاسف احنا اقول انه الاخوان المسلمين ليس عندهم اعلام يوازي الاعلام الذي كان تصرف عليه الدوله او تصرف عليه الاخرين. هذا الاعلام شوه صوره الاخوان المسلمين. الآن بعد 3 سنوات من الانقلاب العسكري نعود مرة أخرى، لو في جهة عادلة تستحق، وأنا أتصور وأنا أعلم تماما أن هناك بعض الإحصائيات تمت تقول أن الإخوان المسلمين عادت لهم الشعبية، وشعبية الإخوان المسلمين في مصر أنا أؤكد أنها لن تقل بين 65% إلى 70% من الآراء هي في جانب الإخوان المسلمين الآن. إنما الإعلام الذي شوه هذا الموقف والإعلام الذي قال أن الرئيس مرسي هيبيع جزء من سيناء وهيبيع جزء من، حتى قيل أن الرئيس مرسي هيبيع الحرم ويبيع سيناء ويبيع، هذا الكلام والناس كانت تصدق لأنه الإعلام يعني واحد بالضبط. السيطرة الإعلامية والهيمنة الإعلامية الواحدة للدكتاتور لأي دكتاتور بتغير أبخاخ الناس. أنا أتصور برضو مرة أعود مرة أخرى لتجربة هتلر، الشعب الألماني من أذكى شعوب الدنيا، شعب فاعل وشعب جيد. إنما إعلام جوبلز وإعلام هتلر صور غير الحقيقة. أنا أتصور الإعلام يعني هو اللي بيلعب هذا الدور في مصر لتشويه موقف الإخوان المسلمين. إنما الواقع الاقتصادي والواقع والانفلات الأمني وواقع المعيشة وأيضا وأخطاء مش أخطاء تعمد الأفعال السيئة لعبد الفتاح السيسي الآن جعلت الناس تستفيق مرة أخرى وتشعر أن الإخوان المسلمين كانوا مظلومين. إنما أن يقال الآن مع كامل الاحترام يعني أن الإخوان الشعب المصري يكره الإخوان المسلمين هذا كلام غير صحيح. نعم. في مجموعة من الشعب المصري يكره الإخوان المسلمين صحيح، مجموعة قام على تصححت بعد الحملة الإعلامية السيئة والكاذبة التي تمت عليها. أنت خايف من مستقبل المسلمين في أمريكا، المسلمين عدائين، المسلمين مدنيين؟ Are you worried about the future of American Muslims if Donald Trump designates the Muslim Brotherhood as a terrorist organization؟ يعني أنا أشعر بشيء من الخوف، مش على الإخوان المسلمين، مش على المسلمين فقط. يعني الأسبوع الماضي في مقابر يهودية في نيويورك أعتقد ناس هاجمتها، الكراهية أو أسلوب الكراهية إنما يخرج من رئيس دولة، رئيس الدولة وله مكانته عند الناس وله مؤيدين، أعتقد إن ليس على المسلمين فقط إنما على الأقليات الأخرى ومنها الأقلية اليهودية. حتى الأسبوع الماضي في واحد قتل 2 يهود 2 من هنود من أصل هندي، تصور إن هم مسلمين وهم من أصل هندي وليسوا مسلمين على الإطلاق يعني، ولا مسيحيين ولا يهود. أعتقد أنا أخشى على الأقليات، ما أخاف أن هذه الكراهية، نبرة الكراهية التي تجري الآن في على المستوى الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية ستكون مخيفة جدا في المستقبل. أنت just a follow up question on that. شو إيش راح تكون التأثير إذا الحكومة الأمريكية مشيت بهالتعيين الإرهابي؟ يعني السؤال ما سمعت. تفضل. What is the effect if Donald Trump were to designate, what would be the effect on American Muslims if Donald Trump were to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist organization? نفس السؤال من زياد. يعني أنا طبعا السؤال هذا السؤال يجاوب عنه المسلمين في أمريكا أو شخص يكون عايش في أمريكا بالفترة طويلة يستطيع أن يقيم الأمر، بيتابع بالتأكيد الإعلام اليومي، بيتابع
الجهات الرسميه والمقابر الرسميه، انما انا ارجو انه ما زلت ايضا ارى انه امريكا الان ليست هي الحلم الامريكي القديم التي كان يتصورها الناس. واتصور انه اذا كانت هناك مصالح ماليه ومصالح ماديه وتجاره وصناعه وغيرها، اعتقد انه لا تؤخذ بهذا الاسلوب. وانا اقول انه في غير امريكا الان، في قوى الان سياسيه واقتصاديه بدات تغزو العالم وتقف في مقابل امريكا. صحيح ما زال الدولار الامريكي هو السيد وهو القائد كما يقال يعني، انما ايضا ارجو انه ما يحدث في امريكا الان لا يقف على المسلمين فقط، انما يقف على كثيرين، حتى على نظرة الناس في أمريكا في الآخر. عندما يصدر قرار بمنع مجموعة من الدول الإسلامية شباب بعدم الدخول إلى أمريكا ووضع لهم يعني قوانين محددة، أعتقد أنه كان ممكن توضع هذه القوانين والتشدد بأي صورة من الصور على أي قادم لأمريكا وأي واحد يأخذ فيزا لأمريكا، إنما لا تؤخذ بهذا العنوان. هذا العنوان أيضا أعتقد أنه ليس مناسبا على الإطلاق، إن في مجموعة من هذه الدول تطبق عليها معايير مختلفة عن المعايير الأخرى. تفتكر أنه دونالد ترامب هيفتح البوابة للعنصرية العميقة في أمريكا؟ Do you worry that Donald Trump is opening the doors to deep-seated racism in America? لا أعتقد أنه الرئيس ترامب يقصد ذلك بشكل مباشر، إنما هو أسلوبه هو الذي بيفتح هذه البوابة. إنما أسلوب الحديث وأسلوب الكلام، أسلوب حتى أسلوب القرارات هي التي ستفتح هذا الباب. إنما لا أعتقد أنه يقصد ذلك، لأنه في النهاية مسؤول عن دولة ولا يقبل أن يحدث في هذه الدولة ما يوجد أي يخل بالأمن. إنما هذا الأسلوب أعتقد أنه أسلوب مندفع وليس أسلوب مناسب على الإطلاق لسياسة رئيس أمريكي. ومرة أخرى يعني أنا لا أقول هذه الديمقراطية هي التي أتت بترامب إلى البيت الأبيض وليس غيرها يعني. بس في رأيك شو تعسير تعيين الإخوان المسلمين كمنظومة الإرهابية في شكل الدبلوماسية أو في مستوى دبلوماسي؟ عشان في الأحزاب من الإخوان المسلمين في قوة في السيطرة في المخ نموذج. يعني الحكمة وزدم زي كذا التعبير تقول إنه لا يجب على القوي أو صاحب السلطة الكبيرة إنه يصدر قانون أو يصدر تعليمات لا يتم تنفيذها. أعتقد إنه هذا القرار لو صدر إنه وضع جماعة الإخوان المسلمين على قوام الإرهاب، وأنا أرجو لا يحدث، إنما سيعطي نوع من لن تستجيب له كل الدول، ولا تستطيع هذه الدول أن تستجيب له كل شيء، وإلا كأنه يوقد النار، يلقي بكرات نار في هذه الدول ستنشغل بمعركة بعيدة عن التنمية وبعيدة عن باقي الأمور الأخرى. ستنشغل بالتنمية، البعض سيدافع عن الإخوان والبعض سيقف ضد فكر الإخوان. وأنا أعتقد أنه ليس من الحكمة. أنا في النهاية لو أصدر هذا القرار الكثير، أنا أؤكد مرة أخرى، الكثير من الدول لن تستطيع أنه تقوم بتنفيذ هذه الأمور إذا كان هناك إلزام بهذا التنفيذ. وأنا أعتقد أنه فهي قد تقف على بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنها خسارة كبيرة جدا أن أمريكا لم يعد فيها، أقول في هذا الفكر، مفكرين. أو يعني أمريكا الآن إذا أو أصبحت صناعة وتجارة ومال، إنما أين الفكر؟ أعتقد أنه أيضا سيكون مكسب للإخوان المسلمين، فكر الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية يمكن مش في عهد ترامب أو عهد قد تأتي فكرة، حتى في عهد الريبابليك ممكن أيضا تغير هذا الفكر، لأنه في النهاية لن يخدم أحد ولن يخدم المصالح الأمريكية على الإطلاق. أنا أقول لا، ليس هناك تهديد ولا نملك هذا التهديد ولا نريده ولا نقوله، إنما على الأقل صورة أمريكا ستختلف تماما عن
ما هي عليه الآن، حتى نقول إنه مفروض ترتفع، إنما ستظل في منتهى يعني تبقى داون أكثر. I guess I'd like you to ask if they believe this is coming, this talk of the designation is coming from a place of racism, if it's coming from a place of legitimate policy. شو رأيك التعسيس الكلام عن موضوع الإرهابية في الإخوان المسلمين من دونالد ترامب؟ هذه سبب العنصرية، سبب الخوف، سبب ال سبب الدبلوماسية أو السياسية، شو سبب الكلام؟ يعني إذا اتفقنا على أنه هناك ما معنى الإرهابية، ما هو مفهوم الإرهابية الآن الموجود؟ يعني هل الإرهابية الآن لها قوانين محددة تصف الإرهابية بملامح محددة؟ أنا لا أعلم ذلك. يعني ما هو المطلوب من الإرهابية؟ يعني الإرهابية عندما نصف دولة أو مجموعة من الناس أو مجموعة الفكر أنه إرهابي، ما هي المعايير التي يمكن أن يعود إليها الناس حتى أعلم؟ قد أصوف لا أدري أننا إرهابي، قد لا أدري أننا إرهابي إلا إذا علمت بالضبط ما هي مواصفات الإرهابية. إنما بالنسبة لهذا السؤال أعتقد أنه إذا غاب معنى الإرهابية عن الناس ولم يعد له هناك قوانين محددة مجمع عليها من كل تصدر الأمم المتحدة توصيف لما هي الإرهابية، أكون ملتزم به على الأقل، يعني حتى لو مش لم أوافق عليه أو غيري أو غيري. إنما هذا الإرهاب، تعبير الإرهابية إذا فاز إطلاقه أطلقت الإدارة الأمريكية، ما هو المقصود منه؟ لا أدري. يعني بس أسألك، شو مصدر الكلام؟ شو مصدر؟ شو في تيار في المجتمع الأمريكي؟ للأسف الشديد أقول إنه مصدر الكلام الببليك ريليشنز، مؤسسات الببليك ريليشن الموجودة في الغرب وفي أمريكا هي خلف هذا الموضوع، محاولة لتغيير أفكار الناس أو تسويق أفكار سيئة أو أفكار مخطئة أو خاطئة. أنا أعتقد إنه يعني ما ندريه وما نعلمه الآن، وكل الناس يعلمه، أن مؤسسات الببليك ريليشن هي اللي بتقوم بهذا الأمر، مدعومة ماديا جيد، وهي لا تسوق هذا الفكر الصحيح غير الصحيح بالنسبة لإخوان المسلمين، وتحاول يعني معروف ما هنرجع مرة أخرى لأسلوب هتلر في غسل أدمغة الناس. يعني بس كما سألتك قبل هيك قبل كده بس كما سألتك قبل كده ما شفتش الأيادي عبد الفتاح السيسي أو الحكومة المصرية ورا الكلام ترامب؟ يعني في الأمريكا في حاجة اسمها لابيست معروف. بس do you see the influence of the Egyptian government or Abdel Fattah al-Sisi and his interests behind Trump's push or thinking to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist group؟ ما أستطيع أن أقوله إنه الذين دعموا عبد الفتاح السيسي هم الذين خلف هذه اللوبينج اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهم الذين هم الذين يرعوها من أولا. واضح تماما، يعني أنا لا أريد أن أشير الآن، إنما الأسماء الدول التي سارعت بوضع جماعة المغرب عبد الفتاح السيسي، ما قال إن جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في بعض الدول التي تملك المال أيضا وجدتها فرصة وكذلك كانت تدعمه. أنا أقول الآن السيسي دعم من بعض الدول التي أيدته بما يوازي 50 مليار دولار، والآن في مصر الناس لا تجد أكل ما تأكله. يعني وأين ذهبت هذه الأموال؟ أعتقد أنه عبد الفتاح السيسي وداعميه هم خلف هذا الأمر بالتأكيد وباليقين. يعني وأنا أرجو يعني في هذا يقيل أن عبد الفتاح السيسي سيزور أمريكا في هذا الشهر، وأن الرئيس ترامب سيلتقي به. أرجو ستكون مسألة غير جيدة ولا تحدث، وأن في النهاية عبد الفتاح السيسي سيسقط وسينتهي نظامه، ولا يجب أن صور أن أمريكا إذا كان لها تاريخ وتحافظ على هذا التاريخ، لا يجب أن تخطئ أمريكا مرة ثانية في تأييد انقلاب عسكري شعبه يرفضه.
بس تفتكر انهم الامريكيين بيكرهوا المسلمين؟ Do you think that Americans hate Muslims? تاني أفعل السؤال مرة. تفتكر انهم الامريكيين بيكرهوا المسلمين؟ لا اعتقد ذلك. لا اعتقد ان الامريكي العادي يكره الاخوان المسلمين ويكره المسلمين يعني. لا اعتقد ذلك على الاطلاق يعني. وانا يعني اقول ان حتى يمكن مجموعة ملايين الامريكان لم يسمعوا عن الاخوان المسلمين. واذا يسمعوا بدأوا يسمعوا من الاعلام الخاطئ يعني. اللي محاور تشويه الاخوان المسلمين. امريكا لا اتصور ان الامريكي العادي يكره المسلمين على الاطلاق يعني. او يكره الانسان الذي لا يؤذيه. يعني المسلمين موجودين في امريكا لم يثبت على ان واحد مسلم ملتزم بدينه بشكل حقيقي اساء الى اي مواطن امريكي او اساء الى الدوله الامريكيه او خرج عن حدود الدوله الامريكيه. الاحصائيات التي تقول انا اتصور انه لو رجعنا الى الاحصائيات الحقيقيه اللي حدثت في امريكا خلال 20 او 30 سنه ماضيه نجد ان من استخدم السلاح في داخل امريكا زي بعض الطلاب اللي يروح يقتل في مدرسه ناس في مدرسه او غيرها نسبه لا تتجاوز 2% منهم اصولهم مسلمين انما ولدوا في امريكا وتعلموا في امريكا ولم ياتي من الخارج ويعني نموذج يعني ثقافته امريكيه تماما انما اصلا مسلم يعني انما لو احدنا الاحصائيات التي انا لا اذكرها الان بالتحديد انما لا تتجاوز 2% من كل عمليات العنف والقتل خارج القانون بهذه الصورة لا تتزرع اثنين في المئة. أنا أتصور أن الأمريكي العادي الإنسان الأمريكي العادي أسلوب حياته فيها احترام للآخر واحترام للمسلم وغير المسلم إنما الدعاية السيئة والدعاية التي تحاول تشوه موقف المسلمين أعتقد هي السبب في هذه الصورة التي يعني قد تكون غير صحيحة في القراءة غير صحيحة. If Donald Trump decides to designate the Muslim Brotherhood as a terrorist organization, do you think that the Muslim Brotherhood will survive as an organization? أنا أعتقد هذا أخذ رئيس ترامب هذا الكلام سيكون قبلة الحياة للفكر الإخوان المسلمين مش قبلة الموت يعني ستكون قبلة الحياة للفكر الإخوان المسلمين لأن الأخوان الناس الآن أصبحت تعلم ما هم الإخوان المسلمين وإذا هذا الجيل جيلي أو جيلي اللي بعدي انتهى سيأتي الأجيال بعدها وهي استمرت أكثر من قرابة 90 سنة الآن لو في دراسة حقيقية قرابة 90 سنة من أيام الملك للأسف الشديد أيام الملك فاروق ثم من أيام العسكر أيام جماعة عبد الناصر كان كل يقول إنه قضى على الإخوان المسلمين ثم انتهى بدأت ويأتي غيره ويقول قضيت على الإخوان المسلمين وقضينا على الإخوان المسلمين قضى على الإخوان المسلمين مع القتل والتعذيب والسجون لمدة 20 سنة وغيرها وبتظلت الفكرة قائمة في الأرض يعني. أنا أتصور هذه الفكرة إنه لو الصورة التي خرجت بها الإدارة الأمريكية الحديثة الجديدة الآن التي بدأ الناس يخشاها وبدأ الناس يشعروا إن هذه الصورة غير عادلة وغير منصفة وليست والحلم الأمريكي ده بينتهي أنا أتصور لو أخذت هذا القرار سيكون في مصلحة الإخوان المسلمين أكثر مما يكون في ضرر. عشان هيدي مش المشكلة الأولى. مش ليست الإخوان المسلمين. ليست الآن من ألف من الأربعينات القرن الماضي. نعم. والإخوان المسلمين تحارب. تحت هذا الفتح. وتدخل السجون ومع ذلك ظلت ثابتة على مبادئ وذلك الناس عندما تتعامل معها في الجو العالي تشعر أن الإخوان المسلمين يخدموا الناس أكثر مما يعني حجم المستشفيات ومراكز التعليم ومراكز الخدمات التي تم مصادرتها في عهد السيسي بالالاف وكانت يعني تنتشر بين الناس بهذه الصوره وليس كما كان يقال عشان الانتخابات البرلمانيه لم يكن الانتخابات البرلمانيه وارده على الاطلاق يعني اي نوع منظومه الاخوان المسلمين المنظومه إرهابية، منظومة خيرية، المنظومة دينية، المنظومة انتفاضية، زين. ابتداء ليست منظومة إرهابية. نعم. وليست منظومة عنف على الإطلاق يعني. هي منظومة فكر. نحن مسلمين ونقول إننا لسنا كل الإسلام
ولا نمثل الإسلام ولا نحتكر التمثيل الإسلام، لا نفكر في الإسلام، لا نرؤية في هذا الإسلام كيف يعيش به الناس وكيف يطبق على الناس. نقول أن الإسلام إسلام نظام شامل، يعني فيه إغاثة الناس، فيه الدفاع عن حريات الناس، فيه القول الحق، يعني لا يمكن لا أسكت على فساد، وأيضا بالسلمية الكاملة، ولا أقف ضد القوانين، ولا أخترق ولا أخالف قانون البلد الذي أعيش فيه. فكر شامل هذا ما نفعله يعني، وإنما وهذا ما نتصور أنه صحيح في ديننا، وغير أن له فكر آخر نحترمه ولا نحاربه، لا نحارب أي أفكار غيرنا، إنما نقول إنما في أزمة، ولذلك الناس بتنساها، أزمة الماركسية التي ضربت المنطقة عندنا، كان لنا فكرة إحنا إذا كان إنسان ماركسي يؤمن بالماركسي دعه يؤمن، إنما نحاول أن نشرح له أن هذا الفكر فكر خاطئ، إما أن أقتنع بفكره أو يقتنع بفكره. طب يبقى هذا هو الجدال الفكري أو المباراة الفكرية إذا جاز التعبير يعني. نحن هذا كله وصبرنا على الأذى، لأن أنا معتقد أن فكري، أنا إذا صبرت على هذا الأذى فكري هيستفيد، مش أنا اللي هستفيد فقط يعني، أنا مؤمن بفكر وهذا الفكر أدافع عنه. أنا أصور أنه هذه هي جماعة الإخوان المسلمين في النهاية، ومع ذلك بعض الناس تحاول بأي صورة من الصور تلصقها بالإرهاب أو تلصقها ببعض التنظيمات، وأنا أصور هذه التنظيمات أيضا قد تكون هي مظلومة أكثر من تكون ظالمة يعني، مجني عليها وليست جانية، لأن الضغط اللي في بلادنا والضغط الحرب ومصادرة الحريات والحاكم يأتي ويحكم بما لا نهاية وتزوير الانتخابات يعني أعتقد أن هذا الكلام بالتأكيد بيدفع بعض الشباب إلى أن ينفعل ويخرج عن أسلوبه العادي يعني. هذا المسؤول ليست مسؤولية هؤلاء الشباب، إنما مسؤولية الأنظمة التي تحكم، ومسؤولية أيضا داعمين هذه الأنظمة. والأسف الشديد أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية بتستريح سياساتها، تستريح لحاكم ديكتاتور، والغرب أيضا يستريح للحاكم الديكتاتور أكثر من يستريح مع الحاكم الديمقراطي. الحاكم الديمقراطي بيعود إلى شعبه في قرارات، إنما حاكم الديكتاتور بيأخذ هذا القرار وانتهى الأمر، وهذا ما يعطي هذه الضباب حول العمل الإسلامي أو العمل الفكري في بلادنا يعني. الحكومة البريطانية هم عملت التحقيق بنفسهم في الإخوان، هم مدوروا للدليل الإرهابية، وشو نتيجة التحقيق من البريطانيين؟ هو التحقيق أخذ فترة طويلة، قرابة السنة، واليوم أو أمس صدر قرار تحقيق صدر، وكان رئيسه السير جون جنكيز، لم يقل الإخوان المسلمين إرهابيين ولا متطرفين، إنما كان يقول على حافة التطرف، تعبير جديد يعني. أنا إنما لم يقل تحقيق مع المخابرات البريطانية والسفارات البريطانية وناس تكره الإخوان المسلمين أو ناس ضد الإخوان المسلمين، لم يثبت أن الإخوان المسلمين متطرفين أو إرهابيين. والحدث في الشؤون الخارجية في الكومون هاوس أوف كومون أثبتت أيضا أن هذا الإخوان المسلمين ليست جمعية إرهابية وليست جمعية متطرفة أو فيها عنف، بل الصورة التي كانت صحيحة التي قيلت يعني وقالت صحيحة الإدارة الخارجية. وأمس أظن أمس خرجت الخارجية البريطانية بتقرير جديد يقول أن الإخوان المسلمين حاجز بين ضد الإرهاب. نعم، بس عشان هذا التحقيق يعني تحقيق كانت نجاح بالنسبة لهم. أعتقد أنه تحقيق منصف وتحقيق عادل يعني. الإخوان المسلمين بعد دراسة شديدة وتحقيق كبير، هو كان سفير كان سير جون جنكيز كان سفير بريطاني في السعودية، نعم، عندما كلف بهذا التقرير
وأعتقد وكل الجهات الرسمية في بريطانيا كانت خلف هذا التقرير وتدرسه وتعمل فيه، وانتهت إلى أن الخامسين ليس متطرفين وليس إرهابيين. وأنا أعتقد أن هي من الحكومة البريطانية تقرير جيد وموثوق، لأنه في النهاية بريطانيا تتعامل مع مصر من سنوات طويلة وتعلم تماما ما يحدث في مصر، وفي دقة في هذا الحديث. وأنا أعتقد أنه في النهاية تقرير منصف إلى حد كبير. أستضف أي حاجة؟ أنا شاكر لهذا اللقاء، وأن السياسة الأمريكية تأخذ صفة العدل على الأقل بيننا في 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 سياساتها الخارجية. لا أحد ضد المصالح المالية، وضد كل العالم كله لابد أن يتواصل ماليا والصناعة وغيرها، إنما الحلم الأمريكي ده لابد أن يعود مرة أخرى. أتصور إنه هذه مهمة الشعب الأمريكي. الشعب الأمريكي شعب نشط وجيد ونموذج في الحياة وفي التعايش، فأتصور خسارة من الخسارة الكبيرة جدا إنه تأتي في هذه الفترة ويساء إليه بهذه الصورة. وأنا مرة أخرى أنا أقول إنه نأمل إنه الإدارة الأمريكية تسمع لمؤسساتها الرسمية أكثر مما تسمع من اللوبينج اللي موجودة في أمريكا. شكراً.